مات. سارك إبراهيم مات. استشهد يا أبو استشهد. هو ومسلم جير القهوة وشبتاني من حارة الموت. أنا اجيت أخذك لبيت أختي دلال مشان توقفي جنبنا. هذا الفرد ميري لك أبو شوكة. مظبوط، هذا الفرد لنوري. نوري ما غيره؟ إيه نعم، وخالك أبو شهاب عم يشرح بالمكتوب شلون وصل هذا الفرد لإيده بعد ما اشتراه من واحد شاريه من أبو جودت. لا حمش، معناته أبو جودت هو اللي سرقه من نوري. إيه نعم، وخالك أبو شهاب عم يقول إنه هذا الفرد أمانة بين إيديك لبين ما يرجع الحارة، والرب العالمين ما أزله بالرجعة تظهره بالوقت المناسب لأنه ما في غيره بيعرف بقصة الفرد. هيك لك شايف لك أخي، شايف هالأبو جودت قديش واطي وقليل ناموس. لك حتى نوري ما خلص منه. سيدي هاي نحن قوصناه وريحنا الناس منه. شو بدي لك أخي، يستر عرضك. ما بدي مخلوقين يخلق يعرف بقصة هاد الفرد. ها شو عم تحكي لك معتز؟ مو عين هيك بدي اياك ابو شوكات. احرق اللي مكتوب لك. احرقه. فارس واقف برات الحارة وطالب يفوت على الحارة، شو نساوي؟ خلوه يفوت، بس ديروا بالكم منيح ها، ليكونوا عاملين لنا شي كمين. تعال افتحولي يا ابو فارس، جايبكم رسالة مهمة. افتحوا الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو فارس؟ شو خلوك تفوت على الحارة؟ لك فتت ويا ريتني ما فتت. وينو العقيد أبو شهاب؟ بدي اياهن بسرعة. خالي أبو شهاب برات الحارة. ما بالحارة؟ لك كيف؟ كيف قدر يطلع منها؟